شيخ، ما واجب الفرد المسلم بين قبيلة لا تعرف شيئا من حقوق الجيران إلا ما كان على سبيل العادة؟ فما السبيل إلى إرشادهم علما بأن كل جماعة منهم يسمع ولا يغير؟ أفدنا جزاك الله خيرا. والله هذا كسائر الحقوق، إذا كان إنسان في قبيلة لا تعرف من حقوق الجار إلا ما جرت به العادة، قد تكون العادة تشمل على كل شيء. وهؤلاء الشعراء في الجاهلية الذين ينشدون العفة وستر الجار وحفظه في غيبته، فإذا كانت القبيلة معتادة على حقوق جوار وتؤديها وتنقص هناك بعض الحقوق، على هذا الشخص أن يبين لهم ويدعوهم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والإنسان عليه أن يبين وأن يوجه، ولست عليهم بمسيطر. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أما بعد، إذا أردت أن تقترب من جارك وهو لا يحب ذلك، إما لاختلاف الجنسيات أو لفقرك أو غير ذلك، فهل على الإنسان إثم؟ أفدنا جزاك الله خيرا. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، الذي سأل رسول الله: إن لي أقارب أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصلهم ويقطعونني، إلى آخره. قال: لئن كنت كما قلت لك أنك تطعمهم الملة، والملة هو الرماد الحار. والله سبحانه وتعالى بيّن: لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فأنت ما عليك إلا أن تحسن إليه، فإن قابل هذا الإحسان بإحسان فهذا من مروءته وإحسانه، وإن قابل الإحسان بإساءة فلا عليك من إساءته، واترك أمره وكن أنت في موقف الإحسان دائما، ولا يضيرك هذا، وهذا منقصة به هو وكمال بك أنت. نعم. فضيلة الشيخ، حفظك الله، نرجو توضيح أسلوب الشرط وجزاءه لغة واصطلاحا ومثالا. والله احنا ما احنا في المدرسة دحين. الشرط وجزاء لغة وعرفا، الشرط، أساليب الشرط: من يفعل كذا، من يصنع الخير لا يعدم جوازية. فعل الشرط يفعل، أو أداة الشرط من، وقد تأتي بمعنى الموصولة، لكن هنا شرطية: من يفعل الخير لا يعدم، لأنه جزم الجواب، ولا يعدم في جواب الشرط مجزوم أيضا بالشرط. فهذا جملة الإيش؟ أداة الشرط من، ومن وما من أدوات الشرط، وأيضا متى ومهما، أشواط كثيرة، وقد تأتي في استعمالات أخرى. والفعل الذي يليها هو فعل الشرط، والذي يأتي جوابا له هو جواب الشرط وجزاؤه، وقد يشتركان في القسم وفي جواب القسم إلى آخره. والسائد كان يبغى يمتحننا في اللغة، فإحنا ما إحنا من أهل اللغة، روح للشيخ علي هو يفتيه. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يستغفر الرجل أو المرأة ما يشاء من الاستغفار ثم يقول: اللهم إن ثوابه لأبي وأمي الميتين؟ وليش خاص الاستغفار؟ الاستغفار طلب المغفرة، الهمز والسين والتاء للطلب، استغفر، استرحم، استخرج، استرجع، كل هذه تدل عليه أداة الطلب. فدائما يقول يستغفر الله ويجعل، لا يقول اللهم اغفر لفلان، يطلب من الله المغفرة لفلان الميت، بدل ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم اجعل ثواب استغفار للميت فلان. لما يقتصر التوقع اللهم اغفر لفلان؟ ها، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ايش؟ اغفر لنا وايش؟ ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. استغفار الحي للميت جائز بإجماع المسلمين. وكأن السائل يريد أن يدخل في موضوع كبير جدا، وهو: هل ينتفع الميت بعمل الحي أم لا؟ وأصارحك وأقول: نعم،
من أراد هذه المسألة فليرجع إلى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في جزء الجنائز، فقد أورد هذه المسألة في نحو من 30 صفحة وزيادة. والفقهاء متفقون على أن أعمال الإسلام قسمان: بدنية محضة، مالية محضة، تجمع بينهم. فالعبادات المالية المحضة بإجماع المسلمين تنفع الميت، تصدقت عنه، سددت دينه، أديت كفارته، كل هذه المالية تنفعه. الأعمال البدنية منها استغفار، ومنها دعاء، ومنها صلاة وصيام ودعاء. فبالإجماع الدعاء جائز كما الآية التي قرأناها، والاستغفار جائز. الصوم جاء فيه الحديث: من مات وعليه صوم صام عنه من؟ ها، في نهل الحديث صام عنه وليه، من مات وعليه صوم. لكن نيجي عادل ايش البحار الفقهية والآراء والاستنباطات، أي صوم هو؟ فرض رمضان ولا نذر كان أوجبه على نفسه؟ هذه تفصيلات أخرى. المهم نوع من الصوم صام عنه مين؟ ولي. الصلاة، الرجل يكون له أبوان يبرهما ويموتا، ما حق برهما بعد موتهما؟ جاء في الحديث: تدعو، تتصدق، تصلي لهما مع صلاتك. والعبادة البدائية الذي تجمع بين الأمرين كالجهاد والحج. الحج عن الميت لا شك، ألو أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي أكان ينفعه؟ قال حج عن أمك. فالحج عن الميت ينفعه. وكلمة أصلي لهم أو صلي لهم مع صلاتك، الجمهور يحملها على أن المراد بالصلاة الدعاء، لأن الصلاة قد الأصل في مسماها الدعاء، كما قال الشاعر في الجاهل: وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم. يعني الخمرة قبل الإسلام وقبل التحريم، صلى بمعنى دعا. وكذلك في الزكاة: خذ من أموالهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة قد تطلق على الدعاء، وبعضهم يحملها على الحقيقة الشرعية وليست الحقيقة اللغوية وهي عين الصلاة. وقال: إن حج عن غيره وطاف وصلى ركعتين سنة الطواف. عن من؟ عن الميت. ويختلفون في قراءة القرآن. عائشة ومن وافقها يقولون: وأن ليس لسان إلا ما سعى. والشافعي معها وكذا وكذا. والحنابلة وغيرهم يقولون أن عمل الإنسان إذا وهب ثوابه إلى الميت أنه ينفعه ذلك. وأقول لمن ابن تيمية عالج هذه القضية بأوسع ما رأيت في كتب الفقه والحديث، وأعتقد لا يوجد متأخر من العلماء بحث هذه القضية كالشيخ ابن تيمية رحمه الله، فلترجع إليه إن شئت. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرف جاراً مسيء جداً إلى جاره، لدرجة أنه سرق منه بعض النقود، ثم فتح الله على ذلك الجار بالتوبة والعودة إلى التقوى والصلاح. فماذا يفعل بذلك المال الذي في ذمته؟ هل يتصدق به ويحيل ثوابه وأجره إلى الله، أم ماذا يفعل؟ مع العلم أن هذا الرجل لا يعرف شيئاً عن جاره لأنه مسافر ولا يعرف عنه شيئاً، أفيدنا جزاك الله خيرا. قضية شخص أساء إلى جاره، أنا قلت يا أخوان إن قضية الجوار ترى واسعة وكبيرة. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان جالسا فمر به رجل عجل، قال تعال، قال لا أنا رايح. فين؟ قال إلى الشرط. لماذا؟ أستدعيهم على جاري. قال لماذا؟ قال لأنه يفعل ويفعل ويفعل. قال تعالى: لا تفعل. هل نصحته بينك وبينه؟ قال لا. قال اذهب اولا فانصحه، وبينك وبينه، من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامه.
فحق الجار أنك لا تبادر ولا تعاجل. فإنسان علمت بأن شخصا سرق من جاره، كيف علمت؟ هل أخبرك ولا كنت شريكه؟ كيف علمت أن جارا سرق من جاره؟ إن كان بالإخبار هنا يأتي النصح، يا فلان اتق الله، زي ما سرقت منه خفية رد إليه المال خفية، رد إليه بالسرقة، وكيف يفعل؟ الآن تستطيع أن ترسل مبلغ من المال إلى شخص دون أن تذكر اسمك، سواء كان حواله في البريد أو كان تيجي تعرف تسأل مثلا في البنك له حساب وله كذا وتكتب عليه، ما تعرف له لهذا، أو حيسأل حينكشف أمره بأن فلان الذي حولها، لا بلاش هذا. سافرت سفرة أو وجدت شيئا طريفا فجئت به باسم الهدية وقلت يا فلان كنت في سفر وذكرتك وهذه هدية مني إليك، هي في الظاهر هدية ولكن في الحقيقة حق رجع لي، أنت تحتال على رد ماله إليه، وليست هذه خاصة بالسرقة، كل مال وصل لصاحبه بدون وجه شرعي وخاف أن يرده بطريق ظاهر يفتح على نفسه باب جريمة، والله كنت سرقت منك، سرقت الشرطة قطعت يده، ما كان في عافية وسلام، يبقى يرد الأمانة انقطع يده يسرق يسلم؟ لا بلاش. إذن يحتال إما بطريق هدية، بمناسبة عنده زواج، ولا مناسبة بناية بيت، ولا مجيء من سفر، لأنه هدية كده بدون مناسبة حتلفت النظر، خلي في مناسبة وعاوضه عما أخذت منه، سواء كان هذا المال عندك سرقة، كان غصبا، كان ربا، وأردت أن ترجع وتبت إلى الله فلكم رؤوس أموالكم، وعرفت أنك أخذت منه زيادة، هذه تستطيع في وضح النهار يا فلان والله تبت إلى الله وهذه الفايدة اللي أخذتها منك ترى مسامع فيها وخدها، هي تيجي له في الظهر وتسلم عليه ويسلم على رأسك جزاك الله خير، لأن هذا رجوع للحق وليس فيه جريمة وليس فيه جناية تؤاخذ عليها ماديا أو نظاميا. إذن إذا عرف الإنسان أنه أخذ من أحد شيء بوجه غير شرعي ولو أظهره كان فيه عقوبة عليه، ليسلم من تلك العقوبة يحتال في رده كما احتال في أخذه. ولكن إذا كان المغصوب منه أو المسروق منه أو الذي له الحق مجهول، إنسان كان يبيع ويشتري ويغش في السلع، يدلس يجيب السلعة التقليدية يبيعها لأنها أصلية وجمع مالا، ما يدري أبو خمسة وأبو عشرة ولا أبو عشرين، يدور على الناس في حتى يجيبهم، يتحرى فيما بينه وبين الله كم دخل عليه من هذا المال الغش الذي لم يعرف صاحبه بعينه، وحينئذ يتصدق به على ذمة أصحابه، مو على ذمته هو ينتظر يكون في صحائفه، لا، يتصدق به على ذمة أصحابه. وهكذا المال المسروق المغصوب إذا ذهب صاحبه، إذا توفي إن ترك ورثه تحتال لوصوله لورثته لأنهم أحق به، فإذا لم يوجد له ورثة، إذا ذهب، إذا إلى آخره، وجهلت ولم تستطع رد المال لصاحبه، عليك أن تتصدق به على ذمة صاحبه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إذا كان واجب الجار أن يصبر على أذى جاره، ولكن بعض الآباء يخشون على أبنائهم وخاصة البنات إذا كان الجار فاسدا، فما الحكم؟ أفدنا جزاك الله خيرا. هذا ما فيها صبر، هذا فيها القبر. إذا وصل الإيذاء إلى العرض ليس هناك صبر عليه، يصارحه ويجاهره، ولكن أيضا يقولون بلطف، ولعلكم قرأتم في بعض القصص أشياء كثيرة، الشخص الذي نزل على شخص في البادية، أظن من دري ما يناسب المقام ذكر القصص ولا الحكايات، لكنها توضح بعض الشيء.
فعلم المضيف إساءة ولد ضيفه بفتاته، ولكن البنت عفيفة وقوية، فأخذ يتلاعب معه في بعض اللعب، ونبه أو نبط ببعض الكلمات، ففهم الضيف أن هناك شيء، فرجع إلى أولاده ووصل إلى الحقيقة ورحل عن إيش؟ عن الجار. على كل أمور العرض ليس فيها تساهل، وليس عليها صبر، عليه أن يصارح جاره فيما بينه وبينه، فإن كف فالحمد لله، وإلا العرض أغلى من هذا كله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الشيخ، قرأت إجابة سؤال لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، وعرفت منه أنه قد عمل عمل الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج ذلك العمل، هل يوجد ذلك في وقتنا الحاضر؟ وكيف يتم إخراجه إذا كان موجودا؟ أفدنا جزاكم الله خيرا. أنتم فهمتم السؤال؟ ها؟ كلمة عمل عمل لرسول الله، كلمة العمل هذه ما أدري من فين جاتكم، هذه كلمة مصرية، العمل بمعنى السحر. خاف الشيخ حمد يكون جاب لكم هي حمد الهقاص، لأنه يحفظ لغات المصريين. كلمة عمل هذه يقال للسحر الخفي الذي يدفن ويكون إما للبغض بين الزوجين أما لمرض الشخص. الواقع أن السؤال الذي أجاب عليه فضيلة شيخ الجميع الشيخ عبد العزيز بن باز الله يحفظه أن هذا صحيح، وأنه ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل له لبيد بن الأعصم اليهودي سحرا في بف أحد اللي طلع، هذا تسموه الايش؟ كافور انتم تسموه؟ ها؟ الكافور حق النخله او حق الطلع حق الفحل، وفي شعر واشياء يعملها السحره، ووضعه في بئر وسمى ذروان في المدينه معروف نفس المكان المسمى بهذا، وجاء جبريل عليه السلام ووقف معه ملك آخر وقالوا على صفة رجلين ما بال الرجل؟ قال به طب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال بئر ذروان. فانتبه صلى الله عليه وسلم وأرسل رجلا للبئر ونزل وجاء بهذا سميته ليش العمل، وجاء بهذا السحر. و كان صلى الله عليه وسلم يتراءى له بعض الشيء الأمور الدنيوية، لأن الشيطان والسحر لا يتسلط على الأمور الدينية، لأن الله حفظه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومرض البدن الإنسان يمرض ويصح، ورسول جات الحمى وتعافى وشجع، فالأمور البشرية تقضي أو تجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد شيء من ذلك في الوقت الحاضر، عليكم بالشيخ محمد بن عثيمين في فتوى النشرة، هل يفك السحر بسحر مثله أم لا؟ إذا علم مكانه، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عن طريق جبريل، فإذا علم أحد صدفة أو بإخبار أو بتتبع وأخرج هذا الشيء فلا مانع. أما كيف نعرفه إذا لم نجد من يدلنا عليه؟ عليكم الشيخ محمد بن عثيمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل ما ذكرتموه من أن الكلمات العربية التي تشترك في بعض الأحرف أو في تركيبها تشترك أيضا بتقارب معناها، هل ذلك مطرد دائما في كل الكلمات؟ أرجو التوضيح. فيما درسناه في اللغة، فقه اللغة وعلم الوضع، لا عفوا فقه اللغة والبيان، أن هذا مضطرد، وإلى الآن لم أجد ما يخالف هذه القاعدة. وإذا كان السائل جزاه الله خيرا وقف على شيء من هذا فأنا أتابع هذا، بل إن عندي بحث آخر في كتاب الله، وهو
تطابق المعنى للحروف أو ما يسمونه الحروف قوالب المعاني، واختلاف الألفاظ قوة اللفظ أو زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وكل لفظ بما يقابله. وهذا مثال مثلا، أما زيادة المبنى يذكر الزمخشري في كتابه التفسير في هذه الكلمة، كان في الطائف فجاء وفد الحج العراقي ويعطعون الشقدف فوق البعير، فإذا به كبير والشقدف حق العرب صغير، فلما فخلي أعرابي عنده هذا عندكم، قال اسم الشقدف، قال ما تقول في هذا الكبير هذا؟ قال شقندفان، بدل شقدف جاب فيها ايش؟ فان، ألف ونون جابها زيادة، لما صار كبير عنده كبر ليش اللفظ. فزيادة ليش المبنى تدل على زيادة المعنى. أيضا هناك عندك في موضعين في سورة الكهف، قوة الحرف تدل على قوة المعنى، ورخاوة الحرف وليونته تدل على ليونة المعنى. الموضع الأول في قوله سبحانه في قضية موسى مع الخضر، قال هل ايش اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشد، قال انك لن تستطيع معي صبرا، انك لن ايش، شوف تستطيع. بعد ما اخذوا الرحلة ومشوا وجاء، أما السفينة فكانت، أما الغلام فكان، أما الجدار فكان، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أول قال لن تستطيع، وهنا تأويل ما لم تستطع، أيهم أخسر، تستطع ولا تستطيع؟ طبعا الأولى أطول. لماذا؟ لأنه قبل أن يخبره ثقيل وبعيد عليه، وبعد أن عرف السبب والعلة صارت عنده إيش؟ بسيطة وسهلة. إذن فهم صحيح إن خرق السفينة صار في محله، صحيح إن قتل الغلام صار في محله، صحيح إن هدم الجدار وبنايته كان في محله، لكن أول كان مستبعدها، أقتلت نفسا بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. لم يستطع موسى أن يفهمها، لكن بعد ما فهمها ما لم تستطع. الموضع الثاني في قضية يأجوج ومأجوج، آتوني أفر عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. شوف، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا، أي أثقل وأخف، استطاعوا ولا استطاعوا؟ استطاعوا خفيفة واستطاعوا ثقيلة. استطاعوا جاب لها إيش؟ سور موجود تجيب له سلم، فما استطاعوا ان يظهر وتطلع سهل. لو طفل زي هذا جاب له سلم وحطه حيطلع من فوق السور وينزل، لكن نقب الجدار صعيب. فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقب. كذلك الموضع الثالث في القران يسألك عن المحيط، قل الى اخ قوله تعالى ايش، ولا تقم حتى ايش يطهرن، حتى ايش يطهرن، فاذا تطهرن، شوف يطهرن تطهرن، يفعلن تفعلن. ليش يطهرن؟ مجرد انقطاع الدم، لكن تطهرن جيب الميه وتحضر وتغتسل وتصب وتدلك. اذا يطهرن هذه ليست في يدها ومن غيرها وسهلة عليها، ما فيها كلفة عليه، لكن التطهر تروح للحمام وتسخن الماء وتجيب وتدلك وتعمل. إذن حتى يطهرن فإذا تطهرن. والباب في هذا شيء كثير أيضا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اللغة العربية عايزة دراسة واسعة،
ولو أن إنسان يعني تتبع هذه النقاط لوجد أسرار كبيرة جدا، وهي موجودة في كتاب الله، والله أعلم. وأيضا ماذا تقولون في كلمتي المقسطون والقاسطون؟ أحسنت. العلماء وضعوا أو قالوا القاسط المقسط. في الوضع اللغوي الأصلي الأساسي أن القاسط الظالم، القاسطون فكانوا، والمقسطون في من على منابر من نور يوم القيامة. هذا الوضع اللغوي مثل الاشتراك، ومثل وضع اللفظ للأضداد، الجون للأبيض والأسود، عسعس أقبل وأدبر. فهذه أمور وضع اللغة يتحكم فيها، فلما وضعت إليه تستعمل. ولكن إذا كان الوضع مختلف ومادتان تشتركان في أصل البناء وتختلف في حرف، فعلى ما ذكرنا يتفق علماء فقهاء اللغة على هذا المعنى الذي أوردناه. وعلى كل حال إذا كان الأخ عنده بحث ولا شيء جزاه الله خير، إذا استوفى منه يزودنا به. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن ثلاثا؟ كلمة والله لا يؤمن ثلاثا هذا اختصار في التعبير، وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يعني أقسم وكرر القسم ثلاث مرات. هذا معنى لا يؤمن ثلاثا، ما هو معنى الإيمان يكون مرة واثنين وثلاثة، لا. نعم. فضيلة الشيخ، إذا صام شخص في شوال بغية قضاء ما عليه في رمضان وست من شوال في وقت واحد، هل يجوز ذلك؟ أفدنا جزاك الله خيرا. والله الشطارة ما تكون مع الله، يبغى يضرب عصفورين بحجر، ما هو في هذا الباب. صيام القضاء يحتاج إلى نية، والنية كما يقول العلماء يجب أن تكون جازمة. فكونك تصوم تنوي القضاء ومعه ست من شوال أصبحت النية مشتركة، فأصبحت نية نية ما هي مستوية، فلا يجزئه هذا. وعند المالكية لا يجزئه لا عن قضاء ولا عن شوال، لأنهم يقولون إذا كان إنسان في يوم الشك وقال أصوم غدا على أنه إن كان من رمضان فلرمضان، وإن لم يكن من رمضان فالدين الذي علي في العام الماضي، وأصبح صائما، إن جاء من رمضان لا يجزئه، لأنه قال إن كان، إن كان، وصوم يوم الشك منهي عنه، بخلاف عاد الحنابل. لا تقولوا عاد اخذوه له يعني ضيقوا عليه يعني صوموا كذا، لا. الرواية الصحيحة عن أحمد أنه لا يصح صوم يوم الشك. أنا قصدي في هذا إيش؟ المشاركة في النية هنا لا تجزي، بخلاف الأشياء النافلة تدخل في الفرض. دخلت المسجد وعليك تحية المسجد فوجدت الناس يصلون الفريضة، دخلت مع الإمام دخلت معها تحية المسجد، لأن المراد لا تجلس حتى تصلي، وقد حصل صليت الفريضة ثم جلست. نعم. بس بهذه المناسبة هنا، إذا كان سيصوم في شوال، الأولى يصومها عن القضاء ولا يصومها عن ست من شوال؟ معلش، بعض الناس يقول القضاء ليس معينا بزمن والسنة كلها وقت للقضاء، وشوال ظرف للست فقط، مو الست المصرية، الست الأيام يعني، فشوال ظرف للست الأيام، إن تركت صيام ستة في شوال ذهبت عني الفضيلة. فقال أنا أصوم ستة من شوال قبل ما يخرج شوال أدركه ثم قضاء الواجب فيما بعد. بعض يصور له ذلك لضيق الوقت ولسعة المجال في القضاء، والآخر يقول كيف يتنفل وعليه إيش فريضة. وبهذه المناسبة هل تساءلنا في هذا الحديث من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر؟ والعلماء يقولون عملية حسابية، رمضان بعشرة أشهر بيجي من السنة شهرين،
ستة أيام في 10 بـ60 على 30 شهرين تغلق السنة. طيب الستة الأيام هذه لو جاءت في رجب ولا في شعبان، الحسنة ما بعشرة أمثالها، واليوم بعشرة، طيب ما هو اليوم في رجب بعشرة والحسنة في شعبان بعشرة، فلماذا ارتبطت ست بشوال بعد رمضان؟ واجب وارد هذا السؤال يا جماعة ولا ما هو واضح؟ ها؟ ولا نلغيه؟ ها؟ يقولون في هذا صحيح، الحسنة بعشر أمثالها، ولو صمت رمضان وستا من ذي القعدة تبقى الستة بـ60 تكمل سنة، لو صمت رمضان وستا من المحرم في السنة اللي بعدها يبقى أيضا رمضان بعشرة وستة بـ60. ولكن شوف الإعجاز أو البيان النبوي، صام رمضان وأتبعه، ما قالش وصام ستا من شوال، قال وأتبعه ستا من شوال، كأن الحديث يقول إذا صمت رمضان وانسلخ عنك رمضان وجئت بستة أيام من شوال لكأنك تقول قد صمت رمضان امتثالا لأمر الله إيمانا واحتسابا، وأنا راغب في الصوم، ولو امتد رمضان أسبوع ثاني أنا أيضا مستعد، وصمت ستا من شوال تعبيرا على استعدادك للصوم وعلى رغبتك في الصوم وأنك صمته إيمانا واحتسابا لوجه الله. لكن تصوم وتتركه بعدين والله الحمد لله اللي انتهى ولا يوم وراء، كأنك كنت تصومه إجباري وما صدقت على الله أنه انتهى. لا، إذا صمت أتبعته بست من شوال تبقى راغب في الصوم ولا قلقان وتعبان منه، وهذا السر في كونها إيش أتبعه بست من. ولكن يا إخوان بعض الناس ما أدري يوجد هنا أم لا، يفطر يوم العيد فقط ويصبح صائم، وبعد ما ينتهي من الستة يقول إيش يعيد عيد الستة، وهذه ناحية فيها شيء من المغالاة. وجاء عن مالك رحمه الله أنه يقول لم أرى أحدا من أهل العلم كان يصومها، وكره مالك صيام ستة من شوال، ولكن يجيبون عن هذا بأنه ما كره مجرد ستة من شوال، لكن كره وصلها برمضان، لأن الله سبحانه كما يقولون في التفسير كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم، وإن قال شهر رمضان، الأمم الماضية كانوا يصومون رمضان ولكنهم زادوا فيه احتياطي في أوله يوم في آخر يوم، القضية المعروفة عند الجميع هذه، حتى جاءهم الصوم وصل إلى 50 يوم وجاهم جاهم الصوم في الصيف عجزوا عن صيامه ونقلوه إلى الربيع، ضاع عليهم الشهر الفضيل. من هنا أحيط رمضان في أوله وفي آخره في طرفيه بتحريم الصوم، صوم اليوم الذي يشك فيه حتى لا يدخل عليه يوم منه، وصوم يوم العيد حتى لا يلحق بصوم في آخره، وأصبح محاطا بيومين يحرم صومهما لئلا يدخل عليه ما ليس منه. فلما يجي إنسان يفطر يوم العيد فقط كأنه فطر غصب عنه، وجاب الستة كأنها متممة لرمضان، أما إذا أبعدها إذا فرقها فلا يكرهها مالك ولا غيره. وأعتقد هذا كفاية. والأخ شوف صالح بشاور عليك كثير. لا لا يقول اسألني الجماعة الجديدة حتحبسهم إلى متى؟ هم راغبين باقي 5 دقائق على 10. على إيش؟ هم راغبين، هم راغبين شيخ، هم راغبين. أنا والله لو تقعدوا للصبح أجزاك الله خير، أو يعني سبحان الله فرصة أتاح الله سبحانه وتعالى للإخوان وكونهم يجلس، يعني في متى أجمع هؤلاء الإخوان ومتى ألتقي بهم؟ يا أخو عليك مهل، جيبوا أسئلة من عندكم كمان، أعين الله، بس إذا جاء سؤال ما أدر عنه لا تزعلوا. نعم. فضيلة الشيخ، كثرت وسائل له في البيوت فغالب الجيران عندهم أصوات مزعجة، هل ينطبق عليهم جميعا أذية الجار؟ أحسنت يا صاحب هذا السؤال وجزاك الله خيرا. أقول يا أخوان، الذي يرفع صوت مذياعه أو يسمونه مرآته أو مرآيه أو تلفزيونه
أو دفه أو طبله حتى يؤذي الجار يرتكب جرما مركبا. التلهي بما هو محرم وإيذاء الجار، فلا ينبغي له أن يجمع بين الأمرين، ولو قدر أن هذا اللهو جائز كالضرب بالدف في الزواج. أقول لا ينبغي للجار أن يتأفف من ضرب دف جاره في فرح مشروع، بل عليه أن يهنئه ويشاركه في هذا الفرح. وأيضا نقول للجار لا تطل السهرة إلى ما بعد منتصف الليل وتزعج النائم وقد يكون فيهم مريض. وللأسف الآن أصبح الناس يتوسعون ويضعون مكبرات الصوت وتعم المنطقة وأشياء، أقول إن هذا الشخص لا ينبغي له أن يؤذي جاره، كما تقدم لنا لا يحق له أن يفعل في ملكه ما يؤذي جاره. فإذا كان هذا الشيء مشروع كليالي الزفاف أو الأفراح، يجب على الجار أن يتحمل وأن يشاركه، ولا يضيق على جاره يقول لا تدوشنا ولا تقلقنا وتزعجنا. لا، زي ملك مثل ملك. أيضا يكون عندك أفراح وتدوب الدف المشروع وهو أيضا يتحمل ويصبر ويشاركه، أما له وأما أشياء هي ما إيش ما يؤذي. نعم. فضيلة الشيخ، في حالة وجود المسلم في بلاد المشركين كيف يعامل جيرانه من المشركين والنصارى؟ قدمنا قضية عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو، يا غلام ابدأ بجارنا اليهودي. أحب أن أقول شيء، وجود المسلم في وسط غير مسلم يكون إسلامه في شخصه وحسن معاملته لجيرانه دعوة إلى الإسلام أكثر من الخطب في المنابر وأكثر من المراكز الصيفية، لأن غير المسلم يقارن وينظر. وأنتم تعلمون جميعا وخاصة الدارسين للتاريخ، هل سمعتم بغزوة في أندونيسيا؟ سمعتم بغزوة في ماليزيا؟ تلك البلاد كيف دخلها الإسلام؟ بأخلاق المسلمين التجار، يذهبون ويتعاملون بالأمانة وبالصدق وبالنصح. ولعلكم سمعتم أو قرأتم قضية الجيش في سمرقند، حينما وصل هناك القائد نسيت اسمه محمد بن فلان، ولم يعطهم الإنذار ولم يدعهم إلى الإسلام أولا، باغتهم ودخل البلد. فقام أهل السياسة والمغرضون وجاءوا إلى العراق واشتكوا عند الخليفة بأن الجيش داهمنا، فأرسل إليهم قاضيا وجاء بالقائد وجاء بأولاة أهل الرأي من البلد، وثبت عند القاضي أنه داهمهم. القضية الإسلامية في الجهاد، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوك لذلك فكف عنهم وأعلمهم كذا وكذا، فإن لم يجيبوك عرضهم عليهم الجزية، فإن لم يدفعوا فاستعن بالله وقاتلهم. لكن هذا ما فعل، فحكم القاضي الذي أرسله الخليفة على قائد الجيش أن يجمع جنده ويرحل عن البلد ويعسكر خارجها، ثم يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال عن وعد. فقام وامتثل وآذن بالرحيل ليخرجوا، فإذا بالمواطنين يتمسكون بالجيش، لا 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 تخرجوا، نحن نرغب في ظل حكمكم عن الذين قهرتموهم، لأن وجدنا العدل والمساواة والرحمة وحسن المعاملة. يبقى جيش مستعمر في لغة العصريين يتمسك به المواطن لأنه وجد فيه إيش؟ ما لم يجده في أهل جلدته. وأقول لكم في حوالي أواخر الثمانينات أو التسعينات نسيت، جاتني بعثة أو رحلة دعوة من الدفاع إلى القوات السعودية اللي كانت موجودة في لبنان،
كانوا يسموها قوة الردع، وبعدين غيروه. كان فيه من الدول العربية كلها بدون استثناء كل دولة مرسلة قوات على حسابها تحفرك بين المعتدين في اللبنانيين. التقيت مع بعض الإخوان اللي هناك وصعدنا إلى الجبل، جبل الدروس. فرئيس الجبل وعمدة المحلة بعد ما تقابلنا وقدمنا بعض الكلمات أو علاقة الإسلام بالآخرين وكذا، وقف وقال: يا فلان، لم نسمع في الإسلام ما قلت قبل ذلك. يا فلان، لم نسمح لقوة من تلك القوات أن تصعد عندنا في الجبل إلا للقوة السعودية فقط. قلت: ولماذا؟ قال: لأننا وجدناهم لا يسلبون الأموال، ولا يعتدون على البيوت، ولا يتعرضون للنساء، وإذا رفعت إليهم قضية كانوا عدولا، و إلى آخره. زلت القاعد حكم سعد بن فلان من أهل الطائف، قلت: ليهنكم وجودكم هنا. لما جيت إلى القائد القوات في الوزارة هناك قلت: الحمد لله أننا نجد من أبنائنا في ميدان يعتبر ميدان قتال، أن جميع أن هذا الجبل بالذات يأبى ويمتنع رسمي أن تصعد قوة. ومن تمكين وضع هذا الجبل لو أرادت مئات وآلاف الدبابات أن تصعد، ودبابة واحدة فوق القمة لمنعتها من الصعود. بدون دبابة لو حفروا الطريق وقطعوه ما في طريق، تدحدر وتنزل في الإيش؟ في الهاوية. ولم يقبلوا سوى القوة السعودية. لماذا؟ بحسن معاملتهم. ويقول لي القائد: في بيروت في مركز القيادة مشاكل زوجية، مسائل جيرة، مسائل مبايعات، السلطة في لبنان قد تعطلت، يأتون إلى القائد قائد القوات السعودية ويحتكمون عنده ويمتثلون بما يقول، وهو رجل عسكري لكن مسلم ونشأ في بيئة مسلمة ودارس في الابتدائي وفي الثانوي، وعلى قدر ما عنده من هذا السلوك يستجلب ويستقطب قلوب أولئك الأشخاص، مسيحيين ودروز. إذن المسلم حينما يكون بأخلاقه الإسلامية ويطبق الإسلام في سلوكه في أي أمة سيكون مثل الشمعة تضيء في ظلام الليل. إذن لو وجد مسلم في أوروبا وله جيران غير مسلمين يجب أن يطبق الإسلام في نفسه أولا ثم في جيرانه، ويصبر ويستعين الله، والله المعان. السعادة. فضيلة الشيخ، شيء مهم من حقوق الجار نسيتموه، وهو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، من أمر بالصلاة وتذكيره بالله ومناصحته وزيارته والجلوس معه مجالس الذكر، نرجو توضيح ذلك. أعتقد هذا السؤال من واحد عضو من الهيئة، وذكرنا جزاه الله خير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولكن هو نسي. فأني ذكرت قضية سعيد بن المسيب ولا لا؟ الرجل الذي ذهب ليريد أن يستعدي الشرط على جاره، قال له إيش؟ قال: لا تفعل. وقال له إيش ابن مسعود؟ ماذا قال ابن مسعود؟ ارجع إيش؟ ارجع فانصحه وأمره سرا. أليس هذا هو الأمر بالمعروف؟ هذا هو الأمر المعروف. وإذا تركه نوسع مثل ما يقول الأخ جزاه الله خير. جاء الحديث في نفس أحاديث الجار الأربعين اللي جمعناها، أول خصمان جاران يأتي الخصم يتعلق برقبة جاره ويقول: يا ربي، هذا أغلق علي بابه ومنع فضله. وبعضهم يضيف إلى هذا ويقول من باب الفقهاء: إذا لم تنصح جارك ولم تأمره ولم تنهه يوم القيامة يتعلق بك: يا ربي اسأله،
رآني على منكر فلم ينهني، رآني مقصرا فلم يأمرني. فالجار يشتكي، ومثل ما قال الأخ السائل، من أكبر حقوق الجار على جاري أن يتفقده وأن يأمره، ولكن بلطف، لا يشن عليه عند الجيران ولا يشن عليه عند الهيئة ولا عند الشرطة، لا، فيما بينه وبين من باب النصح والإرشاد والدعوة إلى الله بالحكمة. وجزى الله السائل خيرا. نعم. فضيلة الشيخ، بلاش فضيلة الشيخ، هذا يا أخي جيب السؤال على طول، تركنا من هذا، انتهينا من مشيخة. أرجو أن توضح ما هي الحقوق على الجار للجار في هذا الواقع الذي نعيشه من عدم معرفة الجار لجاره. والله أول نسأل كيف يعرف الجار جاره؟ تعرفون يا أخوان أن الحياة الأولى الشبان هم يعرفون هذا أكثر، والشبان روحوا. لعلكم تسمعون قبل التطور الحديث في الأخذ بظواهر المدنية، تعلمون جميعا ولسه بقايا البيوت عندكم، كل بيت تسكنه عائلة وحدها وبجوارها العائلة الثانية وهكذا. الآن تقام العمارة 5-6 أدوار، في الدور 4-5-6 شقق. إلى الآن بعض الناس يأبى أن يسكن في الشقة لعدم المشاركة في الدرجان طالع نازل حرم مع الرجال، أو في المصعد حرمة تطلع ولا تنزل إحراج، ولا زالوا إلى الآن يرغبون في البقاء في السكن المستقلة، إما مثل ما بيقولوا فيلا، يعني سكن مستقل. والسكن المستقل يحدد ويعين الساكن ويقرب على الإنسان أن يعرف جيرانه. لكن أصحاب الشقق، وأقولها أيضا من ناحية أخرى، أصبح الوافد على البلد كثير، واللي جاي في الإيش ياخد شقة، قعد شهر وراح، جاء غيره تاني وجاء، ما يمدي إنسان يتعرف على هذا الجار وعلى ذاك. بل للأسف كانوا في العيد يعايدون بعضهم بعضا، الآن أصحاب العمارة الواحدة بأدوارها المتعددة لا يعرف بعضهم بعضا ولا يعايد بعضهم بعضا. لماذا؟ أنه يجي من عمله على شقته، من شقته على عمله، قعد شهر وراح. أول لو واحد سافر من القرية كلها يعرفون فين راح، وإذا رجع يهجروك 3 أيام، وتعرفون هذا من زمان، كان يحصى على أهل القرية جميع حركاته. الآن لا، لا يستطيع إنسان أن يحصر السكان، ولا يستطيع أن يتعرف أو يتخرب. إنسان تو جاي وساكن في شقة أنا ما أعرفه، كيف أختلط معه؟ فالناس يتحفظون، سواء الاختلاط حيجيب اختلاط ونقل عادات وإلى آخر. فالناحية هذه في الواقع هنا من مشكلات الحضارة الحديثة. وهل نجعل هناك دفتر في العمارة الساكن في شقة كذا ونعمل دليل دور الفلاني شقة كذا، حتى الإنسان لو جاء بدل ما يسأل يعرف اللوحة أسفل الشقة الفلان ساكن في الشقة الفلانية في الدور الأول في الشقة الثانية كذا، يبقى لوحة بيانية عند الباب لمعرفة السكان في هذه ليش في هذه العمارة. يمكن هذه تساعد على معرفة السكان وتقارب وجهة النظر، والله أعلم. ما رأيكم إذا كان الجار مصرا على معصية ما ونصحته ولم يسمع النصح، فماذا أصنع معه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا تيأس من إصلاح، مهما يكن من شيء ما دام مستترا بذنبه. أما إذا أعلن به فهو الذي هتك عن نفسه ستر الله، ولأنه في تلك الحالة يكون مستهترا بحقوق المجتمع فلا حرمة له. أما ما دام مسترا بما هو فيه فحاول أن تصلحه أيضا بالسر وبالحكمة بقدر المستطاع. نعم. توجد بين بعض شباب مدينتنا ومدينة أخرى قريبة جارة لنا نزعت كراهية قديمة، ونرجو نصحهم في ذلك جزاك الله خيرا. أنا لا أقر وجود هذه النزعة، ولكن أسميها منافسة
وهذا شأن الإخوة والجيران، يتنافسون على التقدم، على التفوق، على، وليست نزعة عداء أبدا. الوطن الواحد ليس فيه عداء، ولكن فيه منافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا كان الشباب يتنافسون في الخير، لا أقول فريق كرة يتنافس على فريق كرة في الكأس، أنا ما لي شغل فيها، سألوا أصحاب الكرة، لكن يتنافسون في الإنتاج الزراعي، يتنافسون في تنظيم المدن وتنظيفها في الواقع. وأنا أسجل شكر للقائمين على الطرق في هذه المدينة على نظافتها، سواء هذا محل ولا هو محل، لكن شيء في الواقع. فإذا كانت مدينة أخرى تنافسكم في نظافة الشوارع، والله أساعدهم وأساعدهم عليكم من أجل أن يصلوا إلى مستوى أحسن، وأرجع أساعدكم عليهم حتى تسووا. فالمنافسة هذه ممدوحة، وفي ذلك فليتنافس متنافسون. والدولة بتجعل جوائز المزارع المثالي، فإذا كانت هناك مزرعة مثالية كيف وصل إلى المثالية إلا بالمنافسة؟ ولذلك أقول للشباب، إذا أحس واحد بشيء من ذلك فليمحو كلمة عداء، وليمحو كلمة نزاع، وليلغها من وجود المجتمع، وليضع مكانها منافسة، مسابقة، المعاني الحسنة التي تجمع بين الشباب ولا تفرق. نعم. لي جار لا يصلي، ماذا تنصحني أن أعمل معه؟ هل أهجره بحكم أنه كافر، أم أحاول أن أزوره مع أنني جربت ذلك معه ولم ينفع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كم مرة جربت؟ مرة، اثنين، ثلاثة، عشر، ما يكفي. إن هجرته هجرك وضرب بينكم بسور له باب، ماذا يفيد؟ لا شيء، بل اكتسبت عداوته وافتقد منك الخير. ولكن إذا زرته وزرته وزرته وأهديت إليه وعملته بالحسنى، هو إنسان ما هو حيوان. حتى الحيوان، الحيوان المفترس إذا أحسنت إليه أحسن إليك. وأختم الحديث بهذه القصة، سمعتها من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه. يا شيخ صالح تسمع القصة ولا لا؟ ها؟ كان جماعة قطاع طريق رايحين يغزون على قبيلة في ليل مقمر وفي صحراء رمل ناعمة، وهم في الطريق فإذا بالأسد يقف في طريقهم ويرفع يده، فجفلت الإبل، دار من جهة أخرى ووقف في الطريق ورفع يده ثلاث مرات. واحد من هؤلاء الناس قال لي: جماعة الأسد هذا عنده شيء، أنا بنزله، خذوا سلاحكم. وأنا نازل، وأوقف راحلته ونزل بدون سلاح، وأقبل على الأسد وهو رافع يده، فنظر فإذا شوكة من شجرة تنضب الطويلة هذه مخترقة كف الأسد، يشدها ما هو قادر، بسنانه سحبها، ندر الدم، أخذ قطعة من ثيابه وعصب يد الأسد. كل هذا والأسد إيش؟ المفترس رفع يده. انتهى من عمليته ورجع لراحلته وركب ومشى القوم. مشى الأسد من بعيد حتى لا تجفل الإبل ويباريهم في الطريق، حتى وصلوا الجماعة اللي هم غزين، وضعوا الإبل وعقلوها وراحوا، وبقي الأسد عند الإبل. راحوا هم وساقوا إبل تلك الجماعة وجاءوا بها، وحالا ركبوا إبلهم وساقوا إبل إيش؟ المسروقة، ومشوا وأسرعوا السير. وقبل الفجر نزلوا قالوا: خلينا نقسم ليش غنيمة السرقة. هم تسعة أشخاص، فقسموها تسعة أقسام، وكل واحد يسوق إيش قسمه ماشي. جاء الأسد وهاج في الإبل المقسومة حتى خلطها على بعض، رجعوا نزلوا قسموا، برضك فعل هذا،
صاحبهم الأولاني قال لهم شوف الأسد غضبان يبغى حقه، فنزلوا وقسموها على 10 أقسام، كل واحد منهم ساق جسمه مشي وسابوا الجسم عند الأسد، فأخذ الأسد يسوقه برفق ويمشي معهم ويحوزه إلى صاحبه الذي أخذ الشوكة من يده وضمه على نصيبه وهم يشاهدون، ومشوا زمنا وأصبح لصاحب الشوكة هذه جسمين إلى أن وصل الأسد إلى المحل الذي رافقهم منه وميل في الطريق ومشوا هو في إيش؟ في سبيلهم. فهذا حيوان أحسن إليه الرجل فيشكر له صنيعة ويكافئه عليه في حينه. فالإنسان ولو كان عنيد ولو كان مؤذي، لكن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن تنبأ، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الفهم الصحيح لمعنى التوسل والعمل به يكون سببا في سعادة المسلم في الدنيا والآخرة. وفي هذا الدرس من دروس التوسل نناقش الشيخ محمد متولي الشعراوي فيما قاله في شرح آية الوسيلة من سورة المائدة. وقبل أن نستمع إليه بصوته نذكر المستمع على عجالة بمعنى التوسل كما يفهم من القرآن والسنة وكما فهمه أهل السنة من السلف والخلف، فقد ذكرت الوسيلة في القرآن مرتين، مرة في الإثبات ومرة في النفي. فأما الإثبات فقوله عز وجل في الآية 35 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. جاء الأمر بابتغاء الوسيلة في هذه الآية بين أمرين هما الذروة في الإسلام، وهما تقوى الله والجهاد في سبيله. وإذا فابتغاء الوسيلة إلى الله عز وجل هي كل الأعمال الصالحة المشروعة الخالصة لوجه الله تعالى. والمشروعة يعني إيه؟ يعني تبعا لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، سواء في أعمال القلب أو في أعمال اللسان أو في أعمال الجوارح. وينقسم هذا التوسل إلى 3 أنواع لا رابع لها. الأول دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى كما أمرنا عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما يقول عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. مثال ذلك: رب اغفر وارحم لي وأنت خير الراحمين. يبقى اغفر وارحم لا لأني أستحق الرحمة بل أنا أستحق العقاب، ولكنك يا ربي خير الراحمين. كذلك يقول عز وجل في سورة الأنبياء في قصة أيوب وقصة ذي النون وزكريا، نجد هذه المعاني: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف التوسل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا بعد ذي فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك استجاب لأيوب. ثم زكريا يقول: رب لا تذرني فردا، شوف التوسل بقى، وأنت خير الوارثين. نقول: ارزقني فأنت الرزاق ذو القوة المتين، وأدخلني برحمتك، أهو برحمة الله بصفة الله باسمه عز وجل،
التوسل بأسماء الله وصفات الله، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كذلك الرجل في تشهده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك بأنك الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: قد غفر له، قد غفر له. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كثر همه فليقل، أو في رواية أخرى: ما أصاب عبد قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. شوف بقى السؤال بأسماء الله الحسنى: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر وأحزنه يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. طبعا المعنى واضح جدا. يبقى النوع الأول وهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وبصفاته له أمثلة أخرى كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. أما النوع الثاني من التوسل فهو بالأعمال الصالحة التي نقوم بها، كل الأعمال الصالحة يعتبر التوسل إلى الله عز وجل. مثلا قوله تعالى: ربنا آمنا. شوف بقى بيتوسل بالإيمان، ربنا بيعلمنا نتوسل بالإيمان. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، إيه المطلوب بقى؟ فاكتبنا مع الشاهدين. وقوله تعالى: إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني نقدم العمل اللي احنا عملناه وبعدها بنطلب من الله فنقول: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، إلى آخر الآيات. وقصة أصحاب الغار في الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة، وهم الذين أواهم المبيت إلى الغار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم. ثم دعا كل واحد منهم ربه بعمل صالح قد قام به ابتغاء وجه الله تعالى حتى انفرجت الصخرة وخرجوا منها يمشون. وفي الحقيقة هذه قصة طويلة ومشهورة وفيها عبر هائلة لا وقت لتفصيلاتها الآن، فإنما نذكر أنواع التوسل على عجالة. وهذا النوع الثاني اللي احنا ذكرناه ده بالعمل الصالحة يشمل التوسل.